يعني ما عندنا طريقة تغيير لي بلاك دو فرا، نخفو لي بونو هادو ربعو، نديرو السيارة تاعنا سيركليك، نرفدوها، نحو الروضة، ومن بعد نشوفو واش نديرو. بعد ما بلعنا واش نديرو دروك، نحتاجو نفتح الريس، نفتح بيسك باش نحو الصابو نتاعنا. دروك نرجعو البيستون تاعنا، باش نرجعو البيستون نديرو بلاكيطة، نديرو الكهرباء، نجيبو التنافس تاعنا اللي هو هدا، نديرو هنا، ندفعو هاك، ندفعو الداخل، ندفعو مليح. حتى يتبلع البيستو، نروح نسيو لي بلاك و نعاود نرجعلكم. بداو مازال، لازم نزيد انا ندخل الصابو تاعنا مليح. نشوفو ننزل شوية، نضيف لافيتا طايبة، نجيب نرجع بيها البيستون تاعنا. لينا طايحة، زاد قصة شوية، نرجعوها مليح نرجعوها. هاكا سي بون، رجعنا البيستون تاعنا، واش نديرو؟ نزيرو، ندي الساكنة. نشوف البولون تاعنا شو كان مزير، طيب نراكو القدام، نرجعو الروضة تاعنا باش نركبو. نركبو الروضة نرجعو. أنا في الجهة الزاوجة، أنا في الجهة الزاوجة، في الصابو تاعنا،
إذا تجهز زوجة كذلك بيستون مهود هذا شو سيار يقضي يدخل زيار ندخله ونرجع لكم. إذا رجعنا البيستون تاعنا كما نشوفو هكذا يدخلوا لي بلاك تاعو اي كنا لي بلاك تاعنا سيبو باش نديرو نرجعو الجدارة نراقبو مستوى الزيت في ال يسموها في البومبا نقعد نرجع البومبير باش يطلع الفرق نركبو ونرجعو لكم. ركبنا الروضة نهبطو الكريك تاعنا بإذن الله هنا ندير الشرح نكملو الفيديو تاعنا. إذن هنا وأنا نشوفو مستوى الزيت راه في الماكسيموم نيشان يعني مكانش قطرة تاع الزيت ولا حاجة دوك شي يبقى يبقى نبومبي الفرا باش يطلع نوضو السيارة تاعنا الفيديو تاعنا اليوم تاع لي بلاك دو فران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله.